تسمع جسدي شنو أول حاجة تجي في بالك؟ سينما سينما أفلام أفلام تونسية معناها وحاجة جديدة إنوفاسيون من عند التوانسة حاجة باهية الشريعة تانيت عمر الخليفي العباد اللي عملت سينما في تونس وعلاش العباد هذوما بالذات؟ تانيت حق ما عملت سينما لا علاش العباد هذوما بالذات؟ علاش خاطر أكثر عباد نعرفهم ساهموا في السينما شنو أول حاجة تجي في بالك؟ سينما علاش حاجة بالذات؟ خاطر يوريو برشا أفلام علاش الحاجة هذي بالذات؟ على خاطر كل عام في تونس الدنيا تتقلب في سونتر الفيل خاطر فما جي سي سي دونك الناس اللي وراها عباد كل شيء بسيط جي سي سي أنا تو أو أون كونترانت؟ بيان سور انا تو خاطر باش قاعد يزيد في الساحه الفنيه في تونس وقاعد يجي في افلام جدد وتبقى في فرصه للمخرجين الناشئين تاع توا بيان سور انا تو قاعد يزيد في برشا حاجات للساحه السينمائيه في تونس انا تو و اون كونترانت معناها حاجه باهيه ولا حاجه خايبه للبلاد بيان سور حاجه باهيه انا تو اي حاجه باهيه تفيدنا احنا باش نعرفوا المنتوج نتاعنا العباد خلينا احنا نكتشفوا زاد العباد الاخرين فاش قاعدين تعملوا ثم السينما العربيه ثم السينما الافريقيه تصير جي سي سي كانت بلاتفورم هايله برشا باش طلعوا برشا ممثلين دونك كان باش اختار ما بين تو كونترانت تو شنو هي رايك في الاورغانيزاسيون تاع ليفينمون و لي انفيتي معناها اللي جاو فيه في الفستيفال سو اندريتد حاس ما سمعت اختار برشا جيبوا برشا لي انفيتي وخذوا برشا بلايص اللي قلقت العباد خاصه المشكلة اللي في جي سي سي المدة الأخرى زادت الكوتي غلامور وليت بيروج اكسيتيرا قبل ما كان غايب شوية سيرتو ليديسيون كانت عام بعد عام مش كل عام عام ليديسيون خلى جي سي سي بوتيتر تفقد الروح نتاعها نتاع أما تفقد الروح نتاعها نتاع السينما والعمق وهذيك الكل أما ما الكونتينيو ما تبدلش الكونتينيو مربوط بالافلام طونك الافلام باهيين جي سي سي تكون باهي شي لي شانجمون كو تو بروبوز او تشوفهم انديسبونسابل باش ليفينمون يتحسن لو شوا دي انفيتي و لو شوا دي فيلم معناتها مش اي فيلم حك راسي صورت فيلم نمشي نهبطو في جي سي سي باغ اكزومبل الشوا نتاع لي انفيتي يكونوا معناها لي انفيتي يكونوا بلو سبيسيفيك مش خاطر يتعداو في التلفزه وكل يكونوا معناها بالرسمي الغول نتاعهم في السينما واضح اكثر بون هما فما شونجمون اللي بداو فيه بالكدا وتولي في البلايص الكل ماهيش سنتراليزي في تونس يعني على تونس كامله اللي حاجه باهيه كان نزيد يتعمق فيها اكثر ويعملوا بريباراسيون للعباد يعني جونغ يوعيوهم من قبل ما يصير جي سي سي في المناطق الداخليه سريين سريين غيرو ويعملوا لهم دي سونتر اللي ينجموا يتفرجوا فيهم ديجا هذا اللي عملوا يوعيهم من قبل باش كي يجي بين الجمعه هذيك ولا 10 ايام هذوكم يبداو حاضرين ويعرفوا على شنو قادمين شنو هي الشانجمون اللي تو لي بروبوز باش ليفينمون يتحسن ينظموا السيستيم تاع الفونت تاع التيكي سورتو تنجم تعمل الكومباريزون بين الفيلم تاع ذا سنين وتاع ذا عمناول شنو تحس الكاليتي معناها فيت انا ما مشيتش اما العباد حكاو لي مع اصحابي اللي مشاو وحضروا كل شيء قالوا لي سنة النيفو نتاع التوانسه طلع بالكدا مالوزمون عمري ما حضرتش انا مي دابخي اللي سمعت معناها ثم حاجه تبدلت السيريموني دوفيتور كلوتور بون عمري صارت مشاكل كبيره سنة صارت منظمه اكثر صحفيين تشكاو قال شو ما عنده مشاكل نتاع اكسي خاطر تنظم برشا مع المدينه الثقافه تو بون هذايا ما عندهم مسائل تنظيميه معناتها سينو الكونتوني ما عنديش فكره بون عملية زاد مشيت والله ماشيين يصعبوا في الفهم نتاع الافلام الجمهور فاهم ماشيين يصعبوا شو رايك تخوا لوك بتاع دي زاكتريس في الفستيفال باش تقول توب ولا فلوب ماريا بن شعبان توب ولا فلوب لوك فلوب لازمني نكون دقيق حتى نحبها كاركتريسه ما بون ريم البنا فلوب I don't know. نجا بن عبد الله. نجا بن عبد الله. كلاس. اوكي، ميرسي بوكو يا علي.